بيراميد مايجريشن 4 يشكل آلية يعني لا بديل لها من حيث خلق مجال للتلاقي وللحوار بين المسؤولين الحكوميين في الجنوب وفي الشمال، وبين المنظمات المجتمع المدني، وبين الباحثين بالجامعات. ملتقى من أجل تبادل الأفكار بشكل غير ملزم، يعني غير رسمي، وحيث يتم التعبير بكل حرية وبكل يعني تلقائية من أجل يعني تبادل الأفكار والاستفادة من بعضنا البعض. الاجتماع الحالي حول الجاليات بالخارج والربط مع الجاليات باستعمال وسائل الاتصال الحديثة ما هو إلا خطوة من أجل تحقيق هذا الهدف. حاليا الهجرة وصلت إلى مرحلة جد متقدمة من حيث الكفاءات التي تتواجد بالخارج، كفاءات كبيرة من ضمن هؤلاء المهاجرين، ومنهم الكثير ممن يستعدون للمساهمة. نحن نعلم جيدا بأن الجاليات تأتي دائما بوسائل مادية، يعني بترسل أموال إلى بلدانها الأصلية، ولكن أيضا قد هذه الجاليات أنا الأوان أيضا لكي نشركها في الإتيان بالأفكار. يعني أنا الأوان إلى أن ننظر كيف يمكن أن نستعمل هذه الوسائل، وسائل الاتصال الحديثة، من أجل تفعيل أو من أجل تجنيد إن صح التعبير هذه الجاليات في مرافقة أو في المساهمة في تنمية بلدانهم الأصلية. هناك تجارب مختلفة في بلدان الجنوب بالبحر الأبيض المتوسط فيما يخص التشبيك والربط مع الجاليات. أنا متيقن بأن تبادل الخبرات بين هذه البلدان سيخلص إلى التعرف على التجارب الناجحة وعلى تبادل الأفكار وتبادل التجارب من أجل الاستفادة. يعني البرنامج مستعد لإعطاء يعني لتنظيم دورات تكوينية في مجموعة من المجالات المختصة بالهجرة، من بينها كيفية تجنيد الجالية للمساهمة في التنمية بالبلدان الأصلية. ثم هناك يعني أيضا المساعدة على تطوير الآليات من أجل تحقيق هذا الهدف وأهداف أخرى.